انت فين مختفي؟ احنا مش في كلام بيننا لسه مكملش؟ كل الكلام قاله عم لطفي خلاص. لا لسه في كلام ما تقلش. احنا مش هينفع نتكلم هنا. ممكن نطلع نقعد في حته ونتكلم؟ ملوش لازمه الكلام دلوقتي، وقت الفعل. طيب انت يعني بسم الله ما شاء الله، يعني عملت فعل جامد اهو. ناوي توصل لحد فين يا زيزو؟ لحد ما احس ان مفيش حد في شارع عبد العزيز كله بيبص لها لاني صنايعي كهربائي غلبان. فهمتي؟ للدرجه دي كلام بابا جرحك؟ فوقني بجد، فوقني. انا كنت واخد في نفسي حتتين قلم، كنت حاسس ان الشطاره والمفهوميه هتخلي الدنيا دي كلها تحترمني زي ما انا بحترم الدنيا دي كلها، لكن طلع الحقيقه غير كده خالص. انا لسه بحبك وبحترمك يا زيزو. انت يهمك مين في الشارع غيري؟ طب لسه ما فهمتش الدرس اللي ابوك شرحه بالتفصيل. سيبك منه، انا هقنعه. الفرق اللي بيني وبينك ما نقدرش نداوي حتى بالفلوس، افهمي بقى. ابوك قالها وهو عنده حق، تتجوزي صنايعي تعملي بيه ايه؟ احنا مش لبعض يا لبنى، صدقيني احنا مش لبعض. حكم ابوك حكم بيه علينا، كان لازم اتوجع عشان افهم الدرس كويس، ويا ريتك تكون انت كمان فهمتي. يعني خلاص. قلت يا حاج انا جاي شاري ومش شايف حد في الدنيا غير ربنا. لا يا عاصم يا ابني، صاحبة الشأن هي قدامك. ها يا لبنى، نزل جيب الشبكة امتى؟ اديني فرصة بس يا عاصم افكر وارد عليك النهارده ان شاء الله. طب ولازمته ايه التأخير؟ ده انت أول مرة تشوفيني ولا أول مرة نعرف بعض؟ معلش اديني فرصة افكر. طيب تحبي نخرج ونفكر سوا؟ مش مستاهلة يا عاصم، أنا تقريبا كونت قرار يعني رد عليك. طيب اذا كان كده بقى، يبقى انا بعد فرح بنت الحاج قنديل هاجي انا وابويا ونخطب لبنى راسي ان شاء الله. السلام عليكم يا حاج لطفي. مع السلامه يا عاصم. عارف السلامه يا ابني. ايه اللي انت قلتيه ده؟ ده قرار يا بابا، وافتكر يعني ان حضرتك مش ممانع. سيبك مني انا يا بنتي، فكري في نفسك، ايه اللي غير حالك؟ لازم اتغير يا بابا عشان اعرف اعيش. طالما مش طايله اللي بحبه ولا عارفه اقنع الناس بيه، فمفيش مانع بقى نقبل المتاح واللي مقبول من الناس كلها. بوستو يا صباح الفل يا حاج لطفي. صباح الخير يا ابني. جاي لك جواب من بره مسجل من بلاد بره من ابنك صالح. مش ابنك صالح برضه مسافر بره؟ اه يا ابني، ده اول جواب منه. معلش تلاقيه ملهي في الارشينات وبكره يتصل بيك. لا مؤاخذه، مديرنا هنا. استنى يا ابني استنى. شكرا عم الحاج. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ايه خير؟ وهيجي منين بس الخير يا بابا؟ ايه اخوك جراله حاجة؟ يا ريت كان جراله حاجة يا بابا. البي بعت لك توكيل رسمي عشان تجوزه على البنت اللي اسمها هالة دي. لا لا مستحيل طبعا، هي دي النهاية الطبيعية لواحد زيه. قلتوا ايه بقى؟ ده احنا استنينا لما الفرح خلص اهو جينا لكم عشان يبقى الفرح فرحين. قلت ايه بس الكل يا شرشان؟ لاحظ انها ما خدتش اي وقت في التفكير. تفكير يا راجل يا ممل انت، بتسكت يا لطفي؟ سيب الولاد يتكلموا مع بعض. ننزل بكره نجيب الشبكه اللي انت عايزها لهم. ايوه بس خلي بالك انا لسه ما خلصتش الكليه. يا حبيبتي كليتك دي تخلصيها وانت في بيت جوزك. ماشي يا عمي، يعني انا موافقه نجيب الدبل وكده ونقرا الفاتحه، لكن بقى الفرح وكتب الكتاب ده بعد ما اخلص. خلصي. وانت باقي لك قد ايه في كليه اللي بتاع الاجزخانات دي؟ باقي لك قد ايه؟ سنه غير اللي انا فيها دي. غير اللي انت فيها كمان؟ ده يكون بقى لواء، ده يطلع على المعاش. يا شرشان كفايه انها وافقت على الخطوبه. خلاص يا بابا اللي انت شايفه، انا اعمل اي حاجه ترضيك. انا المهم عندي رضاك انت يا بنتي. الله الله، انا كده بقى هبدا اغير من عمي لطفي يا لبنى.
خلاص يبقى بكره ننزل الصاغه نفتح ايها محل عايزينه وتنقي اجدع شبكه انت عايزاها، ونقرا الفاتحه بقى ان انت تجوز عاصم ابنك للبنى بنت. يلا الفاتحه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ولاد خلوا بالكم من بعض. اه ايه الباشا ايه؟ بقول لك ايه، انا باخدك بس اقول لك اي كلام، ما نفضل قاعدين لغايه ما الفجر جدا وننزل نصلي مع بعض. ادي الولاد فرصه بقى ياخدوا على بعض عرايس. اقعد 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 يا حاج. بحبك. ابوك قاعد بره يسمعك. تحب اطلع في البلكونه دي واقول لشارع عبد العزيز كله اني بحبك؟ ده انا بقى وافقت على واحد مجنون وانا مش عارفه. اللي شوفكم ما يتجننش يبقى ولا بيحس ولا بيفهم. ممكن اطلب منك طلب؟ ودهنا بقى طلبات وده لعبانات ووجع دماغ من اولها. نعم. مهزر. بص بقى يا ستي، دكتور لبنى دي تأمر بس، وانا اقول تمام يا فندم. اوعى تخليني اندم على موافقتي عليك بالسرعه دي. مش عايزه اتمنى الزمن يرجع بيا تاني للحظه اللي المفروض كنت اقول لك فيها لا. تعرف اللحظة اللي انتي قلتي فيها اه دي؟ هي تاريخ ميلادي الحقيقي. هي تاريخ ميلاد عاصم اللي مسك النجوم بايديه. تفتكري بقى هسيب اليوم اللي اجي فيه تقولي هتندم وانت معايا؟ ايوه بس انا مش ناسي ان احنا طول عمرنا مختلفين عن بعض في كل حاجة. اوكي بقى، فهي بقى خوف وتردد والكيميا بتاعتك دي نسيها. عيش اللحظة. اصلا ما بقاش في وقت للتحليل ولا للتردد ولا لأي حاجة. خلينا نبدأ صفحة جديدة واللي فات نرميه ورا ظهرنا احسن. انت اعملي كده براحتك، لكن انا بقى ما اقدرش انسى الايام اللي تمنيت فيها انك تقولي اه، عشان احافظ على حبي ليك. حبك ليه؟ ولا انت مش ناوي تحبيني؟ ابويا مش فضيلي ولا فضيلك. ابويا عند عم لطفي بيجوز لبنى العاصم. ايه زيزو؟ انت لسه بتفكر فيها؟ اسكتي. انت اللي تلميني حبيبي. ايه الشياكه والحلاوه دي؟ وايه اللي انت شايله في ايدك؟ جبت لك اربعه كيلو بسبوسه كل كيلو بواحده عشان خاطر. مش بقول لك؟ بتقولي ايه؟ ان انت حواليا في كل مكان، حتى وانت مش جنبي بحس انك حواليا. انا لسه بحبك وبحترمك يا زيزو. انت همك مين في الشارع غير؟ يعني خلاص. خلاص زيزو، انت بالنسبه لي مش مجرد حل، انت الدنيا كلها. الدنيا اللي ما دخلتهاش ونفسي اعيشها، حته مني ومن كل اللي فات.